صباح الخير. صباح النور. ده وقت تيجي فيه؟ انا جايب لك خبر حلو، هو اللي جابني على مراوشي. مين يا تغريد؟ ده احمد يا مام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني، واقف كده ليه؟ خليه يتفضل يا تغريد. اتفضل. امي ادتك التاشيره وختمت لك الباسبور. خش. ازيك يا عم ربيع؟ اهلا يا ابني. اهلا وسهلا. اهلا. انا جاي ومعايا خبر هيفرحكم قوي. يا رب. قول يا ابني، يمكن تشيل شويه من الهم اللي حط علينا. عاطف نجح. عاطف نجح السنه دي في الكليه. اكتمي يا بنت. في ايه يا ربيع؟ ما تخلي البنت تفرح باخوها. هو فين اخوها؟ وانت عرفت منين يا سي احمد؟ واحد صاحبي اعرفه وهو زميله في الكليه، كنت بقرا العداد عندهم في شقتهم وكانوا بيوزعوا شربات، وهو اللي قال لي. كتر خيرك يا ابني. واقف ليه؟ ما تقعد على الاقل يعني تاخد لك حته بسبوسه حلاوه النجاح. وعزه جلال الله ما له حق ابدا. معقول ابني باب القسوه دي كلها؟ حتى لما ينجح يستكتر على اهله الفرحه؟ ما يمكن لسه ما عرفش يا ماما. ولا عرف، نجح ولا سقط اهو كله لنفسه. خلينا نشوف شغلنا. هو انت ليه عامل بضاعه قليله كده يا عم ربيع؟ على قد الشغل يا ابني. عمك ربيع يا ابني ما بقاش قد الشغل ولا حمل السهر، يا دوبك هما ساعتين ثلاثه وبيجي. اللي كان بيسهر كان عاطف. هو انا ممكن اقول حاجه؟ ما تقول. وحد فينا كان منعك تقول؟ انا مستعد اسهر بالعربيه لغايه قبل الفجر بشويه. طب وشغلك في الحكومه يا ابني؟ شغلي بيكون بالنهار، وانا بالليل لا شغله ولا مشغله. يعني هو مسمح لكم؟ اه طبعا، انا عندي زملاء كتير في الشغل، في منهم اللي بيشتغل على تاكسي، وفي منهم اللي بياخد ورديه بالليل في مطعم، وحاجات تانية كتير. ايوه يا ابني، كل حي عايز يوسع رزقه. والله انا لو بايدي ما عنديش مانع، بس انا ليا شرط. ايه هو شرطك؟ تعلموني الصنعه واعرف سرها. طب انت عايز تعرف سر الصنعه ليه؟ عشان اشتغلها، واكيد لما هتعلم صنعه احسن لي من الوظيفه. والله يا احمد يا ابني انت عاقل. شوف يا ابني، احنا بنجهز البضاعه بتاعتنا بالنهار وقت انت ما تكون شغال في الحكومه، وبنطلع بيها بالليل. وانت عشان تتعلم لازم تبقى ايدك بايدنا من اول العجينه وقبل العجينه كمان. ليك عليا دبر اموري. لو تقدر ايه المانع؟ صبري بالله يا سميحه، الحكايه مش سهله زي ما انت فاهمه. هو ايه الصعب بس يابا؟ انت الصعب اللي في الموضوع. شوف يا ابني، من ناحيه الاعلام انا مستعد اعلمك، مش هتاخر عنك. لكن النقطه الثانيه لازم ندبرها، لأن الناس لما يشوفوك داخل خارج عندنا هيتكلموا. الناس ما وراهاش إلا الكلام من غير ما يسمعوا ولا يعقلوا. أنا هدخل البيت في وجودكم، وبعدين تغريد ما تخافش عليه. سي أحمد، عمك ربيع في المسألة دي عنده حق. خلاص يا ابني، بالنسبة يا ابني للإعلام أنا ما عنديش مانع، بس موضوع الدخول والخروج ده نتفق عليه، وإن شاء الله ربك يدبرها. نقرا الفاتحة. خليكي زي ما انت. ما صحش يا فندم. اسمعي الكلام. ايه الموضوع المهم اللي خليكي مستعجله عليه قوي كده؟ في حد جه امبارح بالليل لاول مره، كان معاه شنطه كبيره. الشنطه دي شكلها فيها فلوس كتير. دخل المكتب للبشمهندس ونزل من غيرها، والبشمهندس نزل بيها بس كان شايلها بنفسه. والراجل ده شكله ايه؟ قال اسمه عرفه. شكله قصير وبدقن وشعره طويل. ما تعرفيش تكلمه في ايه؟ أنا جبت لحضرتك الشرير، حسيت الغموض اللي في كلامهم خلاني استعجل مقابلتنا النهاردة. برافو عليك يا هند، أنا لسه بعرف أختار الشخص المناسب في المكان المناسب. مع السلامة. أنت الأمانة بالكامل يا سعيد، بس أنا شايف إن الشنطة كبيرة وشكلها كده مليان للآخر. آه، ما هو أصل في أوراق صغيرة وأوراق كبيرة، إحنا أصلنا بنلم اللي في السوق، الموجود بناخده، كبير بقى صغير مش مهم. يا سيدي لم زي ما أنت عاوز، بس تبقى حوسة لو الكمية كلها من فئة الخمسة.
أصغر حاجة في الشنطة 20. الله ينور يا أحمد يا ابني، لماح وبتلقط. يعني أنفع أم ربيع؟ إيه إلا تنفع، لو استمريت على كده كلها شهر واحد وتبقى أحسن مني. لا لا عفوا أم ربيع. طب لو أنا سبت الشغل بتاع الحكومة هيجرى حاجة؟ هيجرى إيه يعني؟ الأرزاق على الله. لكن لو أنت سبت شغل الحكومة أنت ضامن تلاقي شغل بره؟ أنا عاوز أشتغل حر. أيوة يا ابني، بس أنت شغلتك دي مش موجودة غير عند الحكومة. طب أنا هقرب لك الحكاية أكتر يا عم ربيع. أنا بحصل من شغلتي 56 جنيه بالحوافز. لو أنا اشتغلت معاك هنا على العربية وبرضه هجهزها معاك الصبح، أقدر أحصل المبلغ ده؟ تقدر تحصله وأكتر كمان، بس لازم تعرف إن رزق الشارع مش ثابت. مرة يزيد، مرة يقل، مرة يبقى على القد. وهو في الآخر ربك بيسويها. يعني موافق؟ على إيه؟ على ان انا اشتغل معاك. ما اصل كشاف النور عمره ما هيبقى وزير الكهرباء. بتاع البسبوسه عمره ما هيبقى وزير البسبوسه. بس ممكن يبقى حلواني ويفتح محل كمان. شوف يا ابني، انا موافق، بس جوايا شويه قلق لازم ادورهم في دماغي يمين وشمال. قلق مننا يا عم ربيع؟ لا مش منك انت، من الناس يا ابني. معنى كده لو ده حصل يبقى انت هتدخل بيتي كتير عشان تحضر الشغل، والبيت دلوقتي ما فيهوش راجل غيري، وانا ساعات بطلع اقضي مصالح بره. من ناحيتك انت انا عارفك وضامن بنت كويس، والناس يا ابني لو عارفه بتعمل نفسها مش عارفه. يتحرقوا الناس يا عم ربيع؟ لا ما بيتحرقوش، دول هم اللي بيحرقوا الناس الحلوه. ما احنا لو فضلنا مركزين معاهم هنفضل زي ما احنا. لازم نلاقي حل يا عم ربيع. الحل إنك تكتب عليه. موافق، ولو بكرة كمان. طب بس بالراحة يا ابني، بالهداوة، اسمعني، بلاش الرعونة اللي انت فيها دي. حاضر حاضر. اوعى تفتكر إن عندي بنت بايرة عاوزة شايلها لأي راجل يخبط على الباب. لا، أنا بنت مهرة أصيلة ولا يمكن حفرط فيها إلا للراجل اللي يستاهلها. والله العظيم أنا عارف الكلام ده كله يا عم ربيع، تغريد في عناية الاتنين. شوف يا ابني، كتب الكتاب ده ليه أصول. عشان يحصل لازم أهلها يتلموا حواليها، أهي أختها وجوزها يصيرهم يرجعوا أجازة من السعودية، وعاطف أخوها إن شاء الله هيعقل وربنا يثبت عقله في دماغه ويرجع. ساعتها العيلة كلها تتلم، ويبقى كتب الكتاب له فرحة مش خاطف كده كأنها لمؤاخذة بايرة. كلامك صح يا عم ربيع. سلام عليكم يا عم الحاج ربيع. هو أنت؟ سبحان الله، يعني هيئتك اتغيرت. على الله تكون لقيتك شغلانة بدل شغل الشوارع. صاحبك عندك؟ صاحبي عندي؟ لا يا عم الحاج، ده أنا جاي أسألك عليه. وهو فين؟ ما عرفلوش طريق من ساعة ما ساب البيت ومشي. ده أنا قلت إنه عندك. هو يعني يا عم الحاج لو كان عندي كنت جيت سألتك عليه. ما يمكن بعتك عشان تقضي له حاجة. يا عم الحاج صدقني أنا مش بكدب عليك. هو حصل ايه طيب؟ عمل عملة وسخة ما يعملهاش غير كلاب السكك، وغار من البيت. لا إله إلا الله. معلش معلش يا عم الحاج، ربنا إن شاء الله هيصلح الأحوال وبإذن الله هعطر فيه. يعني الخلافات دي أصلها بتحصل في أحسن العائلات يا عم الحاج، وكله بيعدي. معلش يا عم الحاج، ربنا يديك الصحة يا رب. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الو، ايوه يا سعيد، انا اللي هو مجدي، عايز اشوفك النهارده يا سعيد. فاكر مطعم الحسين اللي اتقابلنا فيه اول مره؟ ولا اقول لك بلاش، خلينا زي ما احنا، المكان اللي اتقابلنا فيه اخر مره الساعه 11. مع السلامه. لسه يا ابني مفيش حد واصل. طب صباح الخير الاول يا عم الحاج. صباح الخير، لا مؤاخذه يا ابني كنت بفوق بس. معلش ولا يهمك،
بقول لك ايه، هما الناس هنا بيوصلوا امتى؟ لا ملهمش مواعيد، كل واحد حسب ظروفه ووقته. اه طب الاستاذ عاطف ربيع تعرفه كويس؟ اللي اعرفه طبعا اعرفه. طب والنبي يا عم الحاج الله لا يسيئك، اول ما تشوفه قول له رجب الفرخ عاوزك. الايه؟ الفرخ، رجب الفرخ، ها؟ وقول له كمان ان هو عارف هيلاقيني فين. افرض ما جاش النهارده يا ابني اعمل ايه؟ هتعمل ايه يا عم الحاج؟ ما هو هيجي بكره، هيجي بعده، اهو هيجي، هو مش شغال هنا ولا ايه؟ ها؟ بس والنبي الله يخليك، اول ما تشوفه تقول له. السلام عليكم. السلام الله. اهلا يا فندم. بقالك كتير مستني سعيد؟ لا لا خالص يا فندم، انا هنا تقريبا من ربع ساعه، وحتى يعني لو استنيت حضرتك ساعه ولا اتنين ما فيهاش حاجه يعني. حضرتك تشرب ايه؟ لا ولا حاجه، اصلي وانا بجهز نفسي للنزول جات لي مكالمه مهمه من بيروت، طولت شويه ده اللي اخر. اكيد المكالمه دي من الناس بتوعنا هناك، السيد عز النهار مش كده؟ على فكره يا فندم الناس محترمين قوي. بلغ سيادتك طبعا. بلغني بيه؟ انهم بعتوا الفلوس. بس انت ما قلتليش فندم. هقول لسعادتك ازاي؟ تعليمات حضرتك ان انا ما اتكلمش في التليفون في اي حاجه لها علاقه بالشغل. بعدين لما حضرتك طلبتني انا اهو اول حاجه قلتها ان انا بلغتك. غريبه، لكن ازاي؟ مؤكد يا فندم انهم ناس محترفين. انا جالي واحد مظهره كويس وقال لي ان اسمه عرفه، كان معاه شنطه مليانه دولارات، زي ما دخل زي ما خرج. اكيد مش اسمه عرفه يا فندم. بقى عرفه ولا عفريت؟ انا اول ما شفت الفلوس عقلي طار. اتاكدت ان المبلغ سليم وكامل؟ المشكله يا فندم ان المبلغ كميه من فئات صغيره، لكن غير كده كله تمام التمام. عارف هتعمل ايه بالمبلغ؟ ايه اللي عارف يا فندم؟ ايداع في الخمس بنوك اللي فيهم حسابات الشركه. ها ايه رايك؟ انا مندهش من الطريقه اللي دفعوا بيها الفلوس. معنى كده يعني ليهم ناس في مصر واحنا مش عارفين؟ والله يا فندم انا مندهش اكتر، يعني ازاي السيد عز النهار يكلم حضرتك مكالمه طويله عريضه وما يلمحش حتى انه سدد ثمن البضاعه؟ اللي كلمني مش عز النهار. امال مين يا فندم؟ لا دي عملية تانية ملهاش علاقة بعز النهار. ما قلتليش يعني انك اخدت شقة جديدة. يعني يا فندم قلت في نفسي كده يمكن حاجة ما تهمش سعادتك. ازاي يا سعيد؟ انت كل حاجة تخصك تهمني. ربنا يبارك لنا في سعادتك. الجنزبيل يا كروان، حطيتي عسل ولا سكر؟ عسل نحل جبلي طبعا. او النبي عشان زوري يسلك، انتوا عارفين بقالي قد ايه ما غنتش. شوشه. اه يا ست الكل، انت قلت لي الفرح فين؟ في لوكاندا ثلاث نجوم، حاجه الاجه، صاله وترابيزات وبست. اللهم صل على النبي. شفت يا شوشه، مش قلت لك الايام الحلوه هترجع تاني؟ الهي يا رب تكتر في افراح الفنادق ويبعدنا عن افراح السطوح. قادر يا كريم ان شاء الله تبلغي مناكي. هو انت في حد زيك؟ ان شاء الله باذن الله الفرح اللي جاي اربع نجوم باذن الواحد الاحد. الا قلت لي يا شوشه الفندق الثلاث نجوم بتاع الليله دي اسمه ايه؟ اسمه فينيسيا يا ست الكل. اللهم صل على النبي، ده اسم خواجاتي خالص. واصحاب الفرح بقى؟ رجال اعمال. الله الله، ايوه كده فرحني، يعني ناس مستوى بقى. ابو العروسه عنده محل سمك وابو العريس عنده ثلاث محلات كبده ومخ. بس مش غريبه يتصلوا بالمطربين على اخر لحظه؟ ايه الفرح اللي على غفله ده؟ ما ده هيكون العروسه حامل. احنا مالنا كروانه، ما تخلينا في شغلنا. مبسوطه؟ ساكته ليه؟ ولا ساكته ولا حاجه، ده انا كنت بدعي لك في سري تبدعي وتلعلعي ويا رب. صلاح بعد ما تخلص لي شعري عايزاك تعمل لي للبت مبسوطه فورمه، انما ايه؟ اه دي ماشيه معايا خطوه بخطوه، لازم تبقى مستوى هي كمان. اهلا 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 يا رجب. اهلا يا سعادة الباشا، وحشنا يا راجل. وانت والله وحشني يا سيدي الباشوات. اقعد اقعد. ايه يا راجل؟ ده احنا لو هنقابل وزير الداخلية مش هنتعب التعب ده كله. كل ده بنتحايل عليك عشان تيجي تشرب معانا كوباية شاي. معلش معلش يا سعادة الباشا، حقك عليا، في دي انت عندك حق وليك عندي حق عرب. بس كان عندي شوية مشاكل كده في الدنيا كنت بخلص فيها. يلا ربنا يعينك. ها؟ أخبار الشغل إيه؟ والله يا سعادة الباشا الشغل ماشي مع حال البلد بالظبط. لو حال البلد مزهزه ومنعنش الشغل بينعنش معانا.
لو حال البلد قافش الشغل بيقفش علينا وعلى اللي خلفونا. والحال بقى منعنش ولا قافش؟ الصراحة سعادة الباشا قافش قافش قفشة وحشة قوي قوي قوي. البلد حالها في النازل ومحدش عارف ليه. تلاقي الست الكبيرة هي اللي حاطة الخير ده كله ببطنها، مش كده ولا ايه؟ كده. لا ولا يهمك، الأيام اللي جاية إن شاء الله يا رجب هتبقى أحسن من دلوقتي بكتير قوي. كله على الله. أهلا أهلا يا رجب. أهلا بيك يا سعادة الباشا. شرفتني وشرفتني. ربنا يخليك يا رب. امسك دي عشانك. خير يا باشا. هدية علشانك من ليك. ربنا يخليك يا رب. يعني بس تربة حشيش بذات نفسها صنف جديد لسه نازل السوق اسمه ايه الاساتوك ده يا سيدي؟ لا مؤاخذة يا سعادة الباشا في السؤال، يعني معلش، هو حضرتك بتشتغل في ال اكرم عليك يا رجل. لا مش للدرجة دي، اصل انا ماسك قضية لراجل تاجر مخدرات كبير قوي في البلد. ابنه بقى يا سيدي لما بيجي يطمن على قضية أبوه ما بيجيش إيده فاضية. أبسط يا عم. أما أخذ سعادة الباشا معلش أنا أصلي ماليش فيه. معقولة؟ شفت بقى. طب خدها برضو رجل، وزع على أصحابك وحبايبك، أعمل عليهم بنت. طب وعلى إيه يا سعادة الباشا؟ ملعون أبو حبايبي على أصحابي كمان، يولعوا بجاز. الله، يعني أنا عشان أعمل معاهم بنت اخرج من عند حضرتك في المكتب وانا مخبي في هدومي تقبيده؟ سعاده الباشا انا اصلا مشبوه. طب بذمتك دي خلقه الواحد يطمن لها؟ شفت بقى يا سعاده الباشا، انا المخبرين حافظيني ظهرا عن قلب، لو واحد فيهم قفشني سعادتك سيدي العارفين. خد يا سعاده الباشا العروسه ديت لحد ما ربنا ان شاء الله يكرمها بعرسها. بتخف في دمك اهو، سيبها يمكن يجي لها عدلها او ان شاء الله تبور. طب امسك يا سيدي، عايزني ليك في الشرب. يعني في المناسبات والاعياد. يعني ليك ايه؟ اهو يلا خد دي، جايلي هديه من واحده ست فاتحه مطعم سياحي كده، بتحسبني بشرب. انا الحمد لله ما بعملش حاجه تغضب ربنا. ماشي يا باشا، مقبولة من حضرتك، أنا هاخدها وربنا غفور رحيم. وكمان برضو عشان الموضوع اللي كنت حضرتك عايزني فيه، ما تنساش برضو يا سعادة الباشا إن في بره زباين كتير مستنيينك. أصيلة أبو القمصان. مالها يا باشا؟ اقعد يا رجب، أنت نورتني النهاردة. أنت عرفت طبعًا إنها اتجوزت. عرفت اتجوزت مين؟ سعادة الباشا دي خصوصيات أنا ماليش فيها، وبعدين دي المعلمة الكبيرة تعمل اللي هي عايزاه. إزاي يا راجل؟ أنا عارف إنك أنت الراجل الكبير بتاعها اللي حافظ كل أسرارها، إزاي يا رجب ما تعرفش اتجوزت مين؟ سعادة الباشا اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ أنا مالي؟ أنا بقى عرفت مين جوزها. مين؟ عادل حسان سليم المهدي. لا والله يا سعادة الباشا أنا عمري ما سمعت الاسم ده قبل كده، وبعدين كمان هي عمرها ما نطقت الاسم ده قدامي. وعشان كده بقى يا رجب أنا طلبتك وقلت لازم أشوفك النهاردة. وأنا تحت الأمر يا باشا. حلوة أوي يا رجب، إحنا عاوزين نعرف بقى مين عادل سليم المهدي من الشيطان اللي قبل إنه يترمي في التهلكة، إن يقبل على نفسه إن يتجوز واحدة زي دي ويعاشرها معاشرة الأزواج. ازاي؟ دي فيلة يا رجب. سعادة الباشا لا مؤاخذة في السؤال معلش، هو حضرتك شاغل بالك بموضوع جواز الست أصيلة ده ليه؟ أصل أنت بقى ما تعرفش المهم. طب ما يجراش حاجة لما تعرفني اللي أنا ما أعرفوش. هقول لك، الخرابة اللي أنتوا عايشين عليها دي يا رجب تسوى ملايين، وابن الشيطانة اللي اتجوزها ده عارف ان الست دي عايشه على فيوز، في اي لحظه تك تضرب
تضلم الدنيا ياخد الفلوس ويطير. مين ابن الشيطانة ده يا باشا؟ عادل حسن سليم المهدي. والمطلوب؟ تحط ايدك في ايدي. ازاي؟ ازاي دي بقى سكك كتير قوي، موال طويل. مبدئيا احنا عايزين نعرف مين هو عادل حسان سليم المهدي. يمكن يكون وحش من وحوش البلد. انت عارف البلد اللي من دول مليانه وحوش، او شخصيه كبيره مهمه ماسكه منصب كبير، او يمكن يكون قريبها وهي ليها مزاج تورثه. هي حر؟ هي حره ازاي يا رجب؟ انا وانت اولى، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. فاكر لما عادل امام قال لسعيد صالح انا المخ وانت العضلات؟ وما تخافش كل حاجه هتبقى بالقانون وما تخرش الميه. سعاده الباشا، هو حضرتك متاكد ان الخرابه دي ملكها؟ زي انا ما متاكد بالظبط ان الشيطان اسمه عادل حسان سليم المهدي، وده لازم نعرفه. ولما حضرتك هتعرفه هتعمل فيه ايه؟ يا نبقى ثلاثة والورث يتقسم علينا، يا نزيحه بقى من سكتنا ونبقى اتنين والبيضة تتقسم علي انا وانت. انت الصفار وانا البياض. قلت ايه؟ قلت سيبني يا باشا اعرف لك حكاية الواد ابن الشيطانة ده ويطلع مين. اركن العربية في حتة أمان والنبي يا أستاذ فوزي، أنا مش ناقصة، السمكرية خدوا كل فلوسي. من عينيا يا كروان. وأنت يا شوشة خف نفسك شوية وشوف لي حد من أصحاب الفرح، دبروا لي أوضة أغير فيها ولا لأ. من عينيا يا كروان. بنتي يا مبسوطة، قلبي مقبوض قوي، خايفة قوي من الفرح ده. كفالة شر يا كروان، إن شاء الله ربنا يكرمك آخرك. إن شاء الله يا رب. صلاة النبي يا أحسن. والله جميل، أحب الجمال. متشكرة. الأحمر هيجنن وياكل منك حد. مش بتربي يا كروان، أو غلطك ما بتربي، عيب. بنتي يا مبسوطة، أنا خايفة قوي، الناس دي باين عليها متوحشين. لا إن شاء الله يطلعوا حلوين. وبعدين يا بنت انا شامه ريحه زفاره. ايه معقول يكون جايبين زفارتهم وهم جايين؟ مالك بيه ومتشكك زي القمر. تيست، حان الان وقت الطرب. لما بتغني يبقى الفرح فرحين، صاحبه الصوت الشجي الملعلع كروانه الطرب المطربه نعناع. عليكم جميعا، والف الف مبروك لاحلى عروسه واجمل عريس، وربنا يبارك لهم في جوازتهم يا رب، ويجيبوا لنا اجمل ولاد وبنات. قولوا يا رب. يا زفرين يا ولاد الزفرين، بقى ده فرح ثلاث نجوم ده؟ ده فرح عيله النجوم. يلا يا اخويا انت اهو، يلا.
السماكين قال اللي ما في حد اصلا نقطني بسريايا. الحمد لله ان احنا طلعنا من الفرح ده على خير. الفرح ثلاث نجوم قال مالها افراح الشوادر وفوق الاسطح اسفخس على ده فرح. ربنا يخليكي ليا مبسوطه بحظي الحلو شلتيني قبل ما اقع بدقيقه واحده. الا قولي لي يا بنت ايه الراس ده كله؟ جبتي الراس ده كله منين؟ ده انت خير وبركه يا كروانة. بقول لك ايه يا مبسوطه والنبي ممكن تجيبي لي كوبايه ميه؟ ليه كده يا زمن؟ استعجلت عليا. كنت استنى عليها شويه. أنا زعلان منك. عندك حق. تعال تعال قوم اشرب شاي جوه في القهوة على حسابي. اقعد عاطف اقعد. ايه؟ في ايه؟ أنا دورت عليك في 80 حتة لحد ما ربنا هداني ورحت لك المجلة اللي بتورد لها الصور. أبوك تعبان قوي يا عاطف، تعبان بجد، وأنا كمان لما شفته صعب عليا. أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده، عايز أنساه. تنسى؟ تنسى يا عاطف؟ دول أهلك، ده أبوك. يرضيك أبوك يضربك في الشارع قدام الوخش بتاع المنطقة كلها؟ هقول لك على حاجة، أنا كنت أتمنى أعيش مع أبويا طول العمر، حتى لو كان هيضربني بالجزمة كل يوم قدام كل الناس. محدش عاطف بيعرف قيمة الأب، إلا اللي بيتربى بعيد عن الأب. وبعدين إيه اللي هيخليه يعمل كده إلا إذا كنت أنت عملت عاملة سودة؟ ظبطني مع بيت، فيها حاجة دي؟ ما أنت اللي خايف. يا ابني إذا بوليتم فاستاتروا. لازم أبعد شوية قبل ما الناس تنسى. معلش. بس انا ليه اعتاب عندك على فكره؟ انت ليه لما سبت البيت ما جيتليش؟ معرفش، دماغي ساحت على بعض. طب وانت فين دلوقتي؟ انا في امان. طمني انت عامل ايه؟ اهو عادي. انت عارف يا عاطف الايام دي مش زي بعضها. البني ادمين بقوا وحوش يا صاحبي. يبقى في حاجه، وحاجه كبيره كمان. واحد محامي اسمه برهان. مش ده المحامي اللي متولي اموركم؟ راجل مفتري، عارف ان الفابريكا الخراب ملك اصيله بالقمصان، وعمال بيخطط ويرسم عشان يخطفها خطف الوحوش. وانت عرفت ازاي؟ هو اللي قال لي. شربني قهوه يابا. طب ايه بخيل ولا ايه؟ يا نهار ابيض، خد يا حلبه. امر عم راجل احلى كوبايه قهوه اظبط لعمك عاطف من عيون. يلا. طب هو عارف ان الجزء؟ لا طبعا ما يعرفش. لو كان هو عارف ما كنتش انا عرفت اي حاجه اصلا. ده بعتنا الطقس مين جوزها؟ بعت لرجب الفرخ علشان يعرف له مين هو عادل حسان سليم المهدي اللي متجوزاه. وهو يا عيني غلبان ما يعرفش ان عادل المهدي دوت هو رجب الفرخ اللي بيتكلم معايا. ده انت زعق لك نبي. طب المدام عامله له توكيل؟ معرفش. ليه؟ اصلي افتكرت عباره في فيلم امريكاني يقول لك المحامي بيسرق بالاوراق اكتر من الحرميه بيسرقوا بالمسدسات. طب اسالها؟ اوعى. لو سالتها هتقول لك ليه، ولو حكيت لها هتطب ساكته. المحامي اللي زي ده ممكن يعمل اي حاجه. رجب انت دلوقتي في خطر. تطلع لك تعبان من الشقه يا صاحبي. طب انت لو طلع لك تعبان من الشقه وسمه شديد زي ما بتقول هتعمل ايه؟ انت بتسألني؟ هقتله. بس انا معرفش اقتل ولا عندي القلب اللي يخليني اقتل.
انا صحيح كنت عايز اكل مصارين واحنا بنتكلم مع بعض، بس جمعت كل الصبر اللي في الدنيا وبلعته. لدرجه تاكل مصارين وفرخ؟ بني ادم رمه كان واطي قوي وهو بيتكلم على الست اصيله وعلى جوزها، ده طلع وسخ وساخ يا عاطف. بلاش تقتله، اقضي عليه. ودي تيجي ازاي؟ ما هي دي زي دي. شكرا. تضربه ضربه قويه، تاذيه ضربه تقسم الظهر. طب افرض مات فيها، يبقى روحنا كلنا في 60 داهيه. الضربه مش هتطوله هو، المكتب بتاعه. اقضي على كل اوراقه، المستندات، عقود الزباين، القواضي، احرق المكتب كله. طب وحريقه بالشكل اللي انت بتتكلم بيه ده هتتعمل ازاي؟ الحكايه عايزه شغل جامد قوي يا عم عاطف. الراجل ده مأمن مكتبه كويس قوي، هدخله ازاي بس؟ يا رجب عين الشقه، اعمل خطه، مش حاجه صعبه. كنت وحشني قوي يا صاحبي. عندك حق، مفيش حاجه صعبه.